لله تأهلنا، اسمحوا لي راي مع الفرحة. كنظن الجمهور الرجاوي يستاهل أكثر، رغم أننا كنا بغي نكونوا في مستويات أحسن، ولكن الحمد لله النهائي إن شاء الله الفريق الرجاء الرياضي غادي يرجع من البنين ويجيب لنا الكأس إن شاء الله. كانت مقابلة فخ، يعني ماشي نقدر نقولوا بأن الفريق كان سهل، الفريق كان قوي، والفرق المصرية دائما كتلعب بواحد الطريقة اللي كتخلينا أنا حنا كمغرب، أننا أندية مغربية أنا كنوجدوا معهم صعوبات، ولكن كما قلت لكم عندنا فريق غيلعب نهائي كأس الإفريقية، وإن شاء الله نجيبوا الكأس كما عودنا دائما نادي الرجاء الرياضي. الحمد لله المدرسة الرجاء دائما كتعطي لاعبين، شفتوا اللاعبين اليوم صغار لعبوا ضربة الجزاء، شفتوا اللاعبين كيفاش قدموا وبينوا على الفريق، ما نقولوش أبناء الفريق، نقولوا كلهم أبناء الفريق اليوم، كلهم كيلبسوا قميص نادي الرجاء الرياضي وشرفوا الكرة المغربية وشكرا. كتنتظرنا مقابلة قوية للنهائي، وإن شاء الله فريق الرجاء الرياضي كما عودنا دائما أنه يكون يشرفنا الكرة المغربية، والقادم يكون أحسن إن شاء الله. داك تعيش مقابلة ضربات الجزاء راه ماشي سهلة، خصوصا ماشي كرجاوي ولكن كواحد من أبناء الفريق، ولكن الحمد لله كتنسى داك الضغط اليوم، دابا كنعيشوا الفرحة، ودابا شوية غنفكروا في النهائي إن شاء الله. شكرا.